هل كتبت حاجة عن 50 سنة شعر؟ لا، ما يعني ما حددتش يعني الحكاية بهذا الشكل يعني. إنما هو الديوان هيقول، مفروض يقول من غير ما يبقى فيه مباشرة بهذا الشكل، قصائد الديوان هي اللي ممكن تقول للناس إن دول 50 سنة شعر. الفرعونية أصل اللي باقي، ورسالتي فيها خلود أبائي، غرقان في زهدي أو اشتهائي، عيوني دايما على انتمائي، الإنسانية أملي ورجائي، حلم الروائي أو الغنائي، وعلوم محمد ابن النشائي. أوروبا تيد حد الإسكندرية، أفريقيا تحد عرب من بهلية، وسيناء يا آسيوية، سحر العروبة أعتقد أن حضرتك الأيام دي هتبقى مهتم شوية بالمسرح الغنائي. أنا عملت قبل كده مسرحية يا ماما بيضة، وتمثلت على المسرح بطولة علي الحجار وهدى عمار ومحمود عزب، وكانت تجربة يعني جميلة. وكان الملحن العبقري الله يرحمه عمار الشريعي هو زميلنا في هذه المسرحية. من 3-4 سنين كده كتبت مسرحية تانية اسمها عندريلا، ودي لسه ما ظهرتش على المسرح، إنما تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وموجودة على المنصات. يعني تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية قبل أن تظهر على المسرح في مصر. صحيح. كيف؟ فأنا عملت مسرحية يا ماما بيضة مستندة على عودة الروح لتوفيق الحكيم وعودة الوعي لتوفيق الحكيم، وتعملت المسرحية. طيب المسرحية دي اتكتبت 96، ظهرت على المسرح سنة 2007 بعد 11 سنة. فأنا كان كل التلفزيونات اللي بتسجل معايا وقتها يا أستاذ جمال والمسرح الغنائي، وأخيرا أنت في المسرح الغنائي، أقول لهم وأنا سعيد جدا يعني بوجودي في المسرح الغنائي، بس إن شاء الله بإذن الله دي آخر مسرحية، أول مسرحية وآخر مسرحية أكتبها في المسرح الغنائي. فالناس كانت يعني يندهشوا من الرد، يعني إزاي يعني يا أستاذ جمال وليه كده؟ فكنت بقول لهم مش معقول أكتب مسرحية وأقعد جنبها 11 سنة، يعني عبال ما تظهر للناس أقعد يعني العمر فيه كام؟ 11 سنة. فبالتالي أنا فعلا كنت قررت إن مش أنا هكتب مسرح غنائي، إن أنا مش هكتب مسرح غنائي تاني، لحد ما كلمني صديقي العزيز مدحت العدل، وكان في مشروع، بس انا اقترحت عليهم قلت لهم في شخصيات نسائيه خياليه ممكن الواحد يكتب عنها، فقالوا لي زي ايه؟ قلت لهم سندريلا مثلا، فقالوا لي فكره كويسه جدا، وقررت ان انا اعمل سندريلا. بس الاسم مش سندريلا، قصه سندريلا كلها في المسرحيه هتاخد 3 دقائق على شاشه على المسرح.